أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، نستضيف خلالها الباحث المتخصص في شؤون الجزيرة العربية والخليج الدكتور جي بيترسون من مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أريزونا الأمريكية. أهلا وسهلا بكم سيد جي بيترسون. شكرا جزيلا لك، يسعدني أن أكون هنا. إذا بدأنا الدكتور من حيث انتهت المؤتمر الذي شاركتم فيه، هل هناك أفق قريب لحل الأزمة اليمنية؟ أخاف أن أقول بأنني لا أرى بأن هنالك حلا قريبا، وأرجح أن ما سيحدث هو ربما وقف لإطلاق النار بسبب الحرب بين كل الأطراف. إذا رأت الأطراف بأن تكلفة إتمام الحرب وإكمالها أكبر من فائدتهم منها، فإنهم قد يتوقفون بوقف إطلاق النار. ما الذي يمكن أن يجعل الأطراف المتحاربة تصل إلى عملية وقف إطلاق النار، خاصة أنه هناك أطراف تتقدم وهناك أيضا الدور الخارجي الذي يمارس أو بشكل سافر في اليمن؟ أعتقد فيما يتعلق بالجانب السعودي بأن هنالك صعوبات يواجهونها في إطالة هذه الحرب، وذلك جزئيا بسبب تكلفتها الباهظة التي تصل إلى 700,000 دولار يوميا، فهم يحتاجون هذه الأموال من أجل عمليات إنفاق أهم في البلاد. وأيضا إذا نظرنا إلى الخريطة فإن خطوط الجبهات لم تتغير كثيرا في آخر 4 سنوات، وما هي الفائدة من الاستمرار بالقتال عندما لا يكون هنالك اكتساب للأراضي؟ ثالثا، أعتقد بأن الرأي الدولي هو يتوجه ضد السعوديين والرياض، وهذه من الأمور التي تؤثر على المعادلة، التي تؤثر على قرارهم في إطالة الحرب أو إيقافها. وأيضا المنشآت النفطية السعودية التي ضربت منذ فترة، وهذا يؤدي إلى فهم السعودية العربية، لأنه إذا طالت أي من هذه الأمور فإنها سوف تؤثر على اقتصادها. طيب، في هذا الجانب كيف يمكن أن نفهم أو كيف يتعامل المجتمع الغربي مع الأزمة أو الحرب الدائرة في اليمن؟ هناك من يقول أن هناك قصور في الفهم للحرب الدائرة، وهناك من يحاول تصوير الحرب الدائرة في اليمن أنها حرب بين السعودية والحوثيين، بينما هناك طرف آخر مغيب وهو الشرعية أو الحكومة اليمنية التي تم الانقلاب عليها. أين موقع الحكومة اليمنية من هذه المعادلة لدى الأكاديميين والباحثين وصنع القرار في الغرب؟ أعتقد أن القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي تعد ربما أهم طرف يؤدي دورا خارجيا، إن أهدافها برأيي تتألف من 3 أمور فيما يتعلق باليمن. من جهة، أعتقد أنه سوف يكون هنالك مصلحة مهمة لهم في حل الصراع، لأن الاستقرار وعدم الاستقرار وأن تكون المنطقة منطقة مقلقلة فإنها سوف تؤدي إلى تأثير سلبي على المجتمع الدولي. والنقطة الثانية أو الهدف الثاني للولايات المتحدة في اليمن هو أن نظام علي عبد الله صالح كان يواجه الإرهاب، وهذه من الأمور المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال مساعدة المملكة العربية السعودية في الحرب، فإن الولايات المتحدة تجد بأن من أهدافها المشتركة هي مكافحة الإرهاب. ومن نقطة ثالثة، فإن هنالك مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الأطراف في المنطقة. طب بالنسبة للحرب، أين هو موقع الحكومة الشرعية من هذه القصة لدى المنظمات الغربية أو لدى فاعلين السياسة الغربية؟
هناك اهتمام واضح بالحوثيين، وهناك من يقول أن المجتمع الغربي يتعامل مع سياسة الأمر الواقع ومع الحوثيين كسلطة أمر واقع، بينما يتم تجاهل الحكومة الشرعية والتعامل مع السعودية باعتبار أنها هي المسيطر على الحكومة الشرعية. لا أرى أن هذا يحدث في الواقع، ولا أظن بأن السلطات أو القوى الغربية قد تجاهلت هذه الحكومة، إنها هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأعتقد بأن كل الدول الغربية لا تزال تدعم تلك الحكومة الشرعية رسميا، لأنه بدونها لن يتمكنوا من التأثير بإيجابية على ما يحدث في اليمن. إن الموقف الأمريكي ضد الحوثيين كان موقفا عدوانيا جدا، حتى أن عندهم فكرة بأن الحوثيون هم مجموعة إرهابية أخرى. في آخر أيام الرئيس السابق أوباما كان هناك محاولة لوصول أو قنوات حوار بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان، وكان هناك لقاءات متعددة أيضا. هذه التقارب مع بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، هل يعكس رغبة حقيقية أمريكية في احتواء هذه الجماعة؟ I was heartened to see these لقد تفاجأت برؤية هذه المباحثات بعد عدة سنوات مما حدث، ولكن عندما نتذكر بأن هنالك نوع من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي تقاتلت معها لعقود، وقد قال أحدهم سابقا بأنه لا تصنع السلام مع أصدقائك بل تصنع السلام مع أعدائك، ولذلك من المهم جدا أن يكون هنالك حوار مع جميع الأطراف في الصراع، وخاصة إذا كان هنالك أي معنى أو أي مجال لوجود طرف وسيط. الجماعة مليش أو جماعة الحوثي تتحدث عن الموت لأمريكا وترفع شعار الموت لأمريكا، وكان هناك مطالبة من الحكومة الشرعية بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، لكن لم تستمع الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى المجتمع الغربي لهذا الطلب. أعتقد أنه كانت هنالك استجابة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الماضية، كان هنالك تأكيد واضح في الخطاب الأمريكي بأن الحوثيون منظمة إرهابية، وخصوصا بأن الإيرانيون يدعمون الحوثيين، والإيرانيون يشكلون مشاكل للسياسة الخارجية الأمريكية، وحتى عندما ألغى الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاقية النووية مع إيران، وكل من يتعامل مع إيران هو في عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب فيما يتعلق بالشق الآخر من الأزمة اليمنية، الدور السعودي الإماراتي الذي جاء مخالفا لما تم الإعلان عنه في 2015 أنه جاء لمساندة الحكومة الشرعية وإعادتها إلى البلاد، بعد 5 سنوات لم يتحقق من أي شيء من هذا، منعت الإمارات الحكومة من العودة إلى اليمن، بالإضافة إلى أن الحكومة أو الرئيس هذه موضوع تحت الإقامة الجبرية. هذا السلوك الذي قامت به السعودية والإمارات ماذا يفسر أو ماذا يعكس لدى المتابعين والمراقبين؟ أعتقد بأن هنالك إشكاليات في تسميتها بالحكومة الشرعية، لأن ما حدث في السنوات الخمس الماضية قد خلق فراغا وادعاء بأن هنالك نوع من الشرعية لها يسبب مشاكل أحيانا. أعتقد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تدعم المملكة العربية السعودية وإلى حد أقل الإمارات في اليمن، وذلك ليس كثيرا بسبب ما يحدث على الأرض، ولكن بسبب الأهداف الأمريكية التي ذكرتها قبلا، وهي أن أولويات صناع السياسة الأمريكية هي أولا مكافحة الإرهاب،
وثانيا وعموما هو دعم المملكة العربية السعودية لأنها من أهم المصالح المهمة استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. أما بقدر ما يحدث في اليمن فأعتقد بأن الأفعال التي تقوم بها المملكة العربية السعودية قد خذلت رغبات الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المملكة العربية السعودية منذ آخر العقدين الماضيين. نجد أن الإماراتيين والسعوديين قد حاولوا أن يؤثروا على سير الأحداث في عدة مناطق في الشرق الأوسط خارج حدودهم، ومعظم جهودهم لقد كانت جهودا غير ناجحة ولم تثمر. ولذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر فيما إذا كانت يجب أن تدعم المملكة العربية السعودية كليا أم أنها يجب أن تضغط على الرياض لتحد من طموحاتها في اليمن على سبيل المثال. لا أعلم ما الذي يحدث في النقاشات الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبينهم، لكنني آمل بأن الموقف الذي يطرح بأن المملكة العربية السعودية يجب أن تجد حلا ويجب أن تجد طريقة لإنهاء القتال، لأن ذلك يؤثر على مصالحها وبالضرورة يؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية حريصة دائما على التأكيد على دعم واستقرار ووحدة اليمن. في الميدان السعودية والإمارات تقومان بتفتيت اليمن، دعم ميليشيات خارجة عن القانون، التحالف مع جماعات مسلحة بما في ذلك جماعات قريبة من القاعدة كما وصفها تقرير لجنة الخبراء الأخير، وبالتالي هذا السلوك ألا يتعارض أيضا مع الأهداف الأمريكية التي تحدث عنها في اليمن؟ هنالك فصل بين السياسة الأمريكية وما كانت عليه وأهدافها العامة أيضا، ولست متأكدا إذا ما كانت واشنطن قد تمكنت من التعامل مع هذا الفصل، وأعتقد أن سياستهم يجب أن تكون بالضغط على المملكة العربية السعودية وخاصة بعد اغتيال خاشقجي، وأيضا عليهم أن يقنعوا القيادة السعودية بأنهم يسيرون في الطريق الخاطئ، وعليهم أن يظهروا نيتهم الحسنة عبر إنهاء أو سعي لإنهاء الحرب في اليمن. إذا ما كانوا سيستعملون القوة هذا أمر لا أعرفه، ولكن نرى بأن الرئيس ترامب لم ينتقد الأمير محمد أبدا، وإن حدث فإن ذلك سيغير السياسة الأمريكية تجاههم. وأيضا نرى بأن هنالك شيء يحدث على الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية عند الشعب ضد هذه الحرب، لأنها تسبب كارثة إنسانية، ولذلك رأينا العديد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ يطالبون الولايات المتحدة الأمريكية عبر توصياتهم للكونغرس وللحكومة بإيقاف دعمها للمملكة العربية السعودية، ولم نرى أن إدارة ترامب قد ردت عليها، ولم نرى أي تغيير في السياسة. في هذا السياق هناك من يقول أن الإشكالية الكبرى تتعلق بمبيعات السلاح، شركات السلاح التي تضغط على الحكومة الأمريكية أو حتى على صانع القرار بأنها لا تريد وقف الحرب في اليمن، باعتبار أن السعودية والإمارات من أكبر الدول التي تقوم بشراء الأسلحة، وأيضا المبالغ التي تدفع لإدارة ترامب. إن هذه الصناعة، صناعة الأسلحة، من الصناعات التي لها لوبيات ضغط قوية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الكونغرس، ونرى بأن هنالك مصالح لها مع الجيش الأمريكي ومع وزارة الدفاع، ولديهم مصالح و عمل مع مصانع الأسلحة، ولذلك نرى بأن هنالك دور للجيش ودور لمصنعي السلاح، ولذلك لا نرى بأن الحكومة الأمريكية لا تسعى لتحقيق هذه الأهداف فيما يخص
إنهاء الحرب في اليمن. هناك أيضا جانب يتعلق بالدور الإيراني في اليمن. 5 سنوات وما زال السلاح الإيراني يصل إلى الحوثيين بالرغم من الحصار المفروض على المطارات والموانئ وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات السعودية على كل المياه الإقليمية لليمنيين. كيف نفسر هذه الظاهرة، استمرار وصول السلاح للحوثيين وخاصة أنه سلاح نوعي وصل إلى سلاح يستخدم في استهداف الطائرات واستهداف أيضا المصالح البعيدة بعيدة المدى؟ من الغريب جدا في تاريخ هذا الصراع بأن هنالك تحالفا بين الحوثيين وإيران، لأنه لا يوجد ربط تاريخي. في البداية لم يكن بينهم ربط طائفي، والانخراط الإيراني في السنوات المبكرة كان انخراطا قليلا جدا يتعلق فقط بالخطاب، وقد كان نصرا رخيصا لإيران من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية. أما مع تزايد القتال في السنوات الماضية وتزايد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية واستعمال الطيارات المسيرة والأسلحة المتقدمة التي جاءت من إيران قد زادت، ولذلك نرى بأن انخراط إيران في هذه الحرب قد زاد، والهجمات على المنشآت النفطية السعودية قد زاد، وهذا محاولة إثبات للسعوديين بأنهم يمكن أن يتكبدوا خسائر أكبر وأن إيران راغبة ويمكنها أن تؤثر على المصالح السعودية، وربما سيبدأون في مباحثات مع الحوثيين وربما سيجدون طريقة للوصول إلى طاولة المفاوضات. هل تعتقد أن المباحثات بين الحوثيين والسعودية ستفضي إلى وقف الخطر الحوثي على السعودية؟ يمكن أن يكون ذلك، لأن كل المفاوضات يجب أن يكون فيها حلول وسط وتنازلات من الطرفين. فالمسألة تتعلق فيما إذا كانت هنالك رغبة من طرف السعوديين ورغبة من طرف الحوثيين في المفاوضات، ولذلك نعتقد أنه على الوقت القريب، على المستوى القريب، سوف يكون هنالك وقف لإطلاق النار، وهنالك ستكون محاولات لتغيير موقف الحوثيين وربما تغيير في قيادات الحكومة المعترف بها دوليا، مما يؤدي ربما إلى محاولات مثمرة من أجل عمليات إعادة إعمار فعالة في البلاد. هناك من يقول أن ميليشيا الحوثي هي لا ترغب في إنهاء هذه الحرب لعدة أسباب، من ضمن الأسباب أنها قد تواجه استحقاقات كبيرة أمام الأطراف اليمنية الداخلية التي تأثرت من الجرائم التي ارتكبتها خلال 4 سنوات، بما في ذلك التهجير وتفجير المنازل وأيضا عمليات الاغتيال وأيضا عشرات الآلاف المعتقلين الذين هم في سجون ميليشيا الحوثي. هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون هل تصل إلى المؤسسات الغربية وبالتالي توضع في الاعتبار عند دراسة الحالة اليمنية؟ أعتقد أن هنالك تقارير أقل تصل عن الحوثيين مقارنة بما يصل عن نشاطات السعوديين، ولكن لا أعتقد أن هذا انحياز مقصود، لكن سببه يرجع إلى أن كتابة أي شيء عن أعمال السعوديين أسهل. أما بالنسبة للأهداف الحقيقية للحوثيين فأنا لا أعرفها، لأنني لا أعرف توكيداً من هم الحوثيين فيما يتعلق بوضعهم كحركة وما هي العوامل المختلفة والأطراف المختلفة والقبائل المختلفة والموالين المختلفين سابقاً
لصالح هل الحوثيون الحقيقيون سيرغبون في ترك صنعاء وتأسيس منطقتهم المستقلة ذاتيا في الشمال؟ هذا أمر لا أعرفه، ولكن هنالك احتمال لها في السنوات الأولى من السيطرة على صنعاء، ولكن بعد السيطرة على صنعاء لخمس سنوات فأظن أنهم قد قلت رغبتهم في إعادة انتقالهم إلى الشمال، وذلك بسبب الأسباب التي ذكرتها أنت، وأيضا لأنه عندما يكون عند طرف ما سلطة فإنه لا يرغب في تركها. هناك إشكالية فيما يتعلق بالحوثيين، محاولة استنساخ التجربة الإيرانية فيما يتعلق بولي الفقيه، بالإضافة إلى هناك حلم للعودة إلى قبل 50 عاما، أكثر من 50 عاما، عندما كان الإمامة نظام الإمامة وهو نظام طائفي يحكم اليمن ويعتقد أن اليمن هي ملك خاص للهاشميين بشكل أو بآخر، وأنهم هم من يحق لهم أن يحكموا اليمن. هذه الإشكالية وهذه الجزئية يعني هل هي حاضرة لدى الذهنية الغربية أم أنها ما زالت تبدو غريبة؟ جوابي هو لا، لأن الجهات الغربية ليست مطلعة بشكل جيد على هذا الجانب. أين هو الخلل؟ لماذا لا تصل هذه المعلومات إلى الجهات الغربية؟ من يتحمل مسؤولية هذا التقصير في الفهم؟ نحن نعود إلى ما قلناه قبلا، من السهل الحصول على المعلومات المتعلقة بالسعوديين، أما إذا كنا نريد أن نرى مثلا من يريد أن يتحدث معكم ويريد يتحدث معكم بصورة واقعية فعلينا أن نعرف هذا الطرف. لكن هناك مشكلة تتعلق أيضا في قصة الانقلابات، يعني هناك انقلاب قامت به جماعة مسلحة وبالتالي انقلبت على الجمهورية وعلى الديمقراطية، ومع ذلك هذه الحالة لم تحظى بالدراسة كما حظيت مثلا حركات أخرى مثل طالبان أو غيرها من الحركات المتشددة. أعتقد أن هذا الأمر يرجع إلى موضوع أن اليمن موجودة بحالة منخفضة على الرادار الغربي من حيث الأهمية، فهم ينظرون إلى الأمر بأعلى أنه حرب بين السعوديين والحوثيين، وبأن هنالك مشاكل في الجنوب، ربما قد يكون هنالك تقارير ستصدر أكثر عن ذلك الجزء، لأنه من السهل الوصول إلى تلك المنطقة والتحدث إلى الناس. هل يمكن أن تفضي هذه الحرب إلى انفصال اليمن، شمال جنوب اليمن عن شماله، وبالتالي سيطرة القوى المتشددة على الجنوب؟ أعتقد أن مشكلة إعادة بناء الدولة اليمنية هي مهمة صعبة ويجب أن تتم ببطء على فترة طويلة جدا، وأن نظاما فيدراليا قد يكون ضروريا ربما حتى كنظام انتقالي، ولكن يجب أن يكون هنالك اتحاد لمناطق مستقلة ذاتيا، والمشكلة هي أنها لن تكون دول حقيقية، ولذلك فإنني أستخدم مصطلح الفرعية وهو المصطلح الذي استعمل مؤخرا في معاهد الفكر الغربية، والمقصود به أي شيء يمكن القيام به على المستوى المحلي لا يجب أن تقوم به المؤسسات المركزية، وهنا نرى وجود اللامركزية، ولذلك نرى بأن المسار المرجح سيكون أولا هو أن يحدث وقف لإطلاق النار، ثم يسمح لكل الأطراف وليس فقط الأطراف المتحاربة والنشطاء الذين دفعوا تجاه إسقاط صالح
لكي يعبروا عن رأيهم في كيفية إدارة منطقتهم ويطلبوا من الحكومة المركزية أن توفر الموارد اللازمة من أجل أن تتابع. دعني أستفسر منك حول الحالة اليمنية. هناك حرب كبرى وهناك حروب صغيرة، هناك في كل مناطق حروب داخل الحرب الكبيرة. كيف يمكن أن يتم إخماد هذه الحروب الداخلية والحروب التي يعني يتم تمويلها من التحالف ومن السعودية ومن الإمارات من إيران ومن أطراف أخرى؟ بصورة أو بأخرى إن هذه المسألة تشبه فتح قارورة وتفريغها من الهواء الموجود فيها. نرى أعمالا عدائية قد قمعت سابقا تعود وتظهر على سطح الأحداث، وعلينا أن نضمن بأن كل طرف من الأطراف له صوت يصغى له فيما يتعلق بمستقبل اليمن، وأنهم يجب أن تكون لهم استقلالية في مناطقهم الصغيرة، وأن يكون لهم حصة في الحكومة المركزية التي تكون حكومة حيادية وحكومة مهنية تؤدي واجباتها وتفي بها. وأعتقد أن الصومال من أفضل الأمثلة على ذلك. بعد 30 سنة من القتال والفتنة الداخلية والدمار والحرب، قبل الدستور منذ سنوات مضت وأنشئت حكومة فيدرالية، وعملت هذه الحكومة بصورة مقبولة. لم تعمل جيدا لكنها عملت مع الكثير من الأطراف في اليمن وفي الصومال عفوا، ولم تعمل معها جميعا، لكن قد مروا بثلاثين سنة قبل ذلك. هذا عمر طويل، ربما 30 عاما. متوسط الحروب الأهلية أو الحروب الداخلية يتجاوز ما بين 15 عاما إلى 20 عاما. هذه الفترة أليست كبيرة وستنعكس بشكل سلبي ليس فقط على اليمنيين بل أيضا على المنطقة وأمنها، خاصة أن اليمن مطلة على باب المندب الذي يمر منه 30% من الحركة التجارية الخاصة بتجارة النفط. أعتقد أنه يجب أن يؤدي المجتمع الدولي دورا دوليا، يجمع كل هذه الأطراف معا حتى تتماسك مرة أخرى. من يجب أن يقوم بهذا الدور الحيادي الإشرافي؟ يمكننا أن نقول بأنه يمكن أن يؤديه تحالف من الدول الغربية أو ربما دول مجاورة مثل تركيا وإندونيسيا وربما دول أخرى في العالم العربي، ولكن هذا الأمر سوف سيضمن المرور عبر البحر الأحمر وتوزيع عائدات النفط وكل الوظائف الضرورية التي قد تكون صعبة أو قد يصعب على الأطراف جميعا الاتفاق عليها. هل توجد تجارب نجحت في مثل هذه القصة في إخراج أن تدخل المجتمع الدولي أو حتى الإقليم لإخراج بلد من أزمته أو من حربه؟ أشير مرة أخرى إلى مثال الصومال حيث كان هنالك دعم دولي، وحتى في السنوات المبكرة فإن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وقوات التي أجبرت على الانسحاب قد عادت إلى مقديشو ولها تمثيل في مقديشو، وكانت هنالك ضمانات للحصول على المساعدات من عدة أنواع من البنك الدولي ومن مانحين مختلفين، وهذا ما يحصل حتى الآن في الصومال. نعم. إذا عدنا أيضا إلى اليمن والتحالف الذي يقيم في اليمن اليوم، ذهبت السعودية إلى المهرة واشتبكت مع الأهالي. المهرة بعيدة جدا عن مناطق الصراع،
والسعودية تبحث عن أنبوب نفطي أو خط طريق لإيصال أنبوب نفطي إلى بحر العرب. هذا الموضوع أيضا أثر حساسية مع عمان، هل يمكن أن تدخل دول أخرى في خط الأزمة اليمنية كسلطنة عمان؟ I think, you know, there's a very close historical and أعتقد بأن هنالك عملا تاريخيا وتقاربا تاريخيا بين الناس أو بين عمان والناس في حضرموت وفي المهرة، وأعتقد أن العمانيين يحسون بأن لديهم مصلحة خاصة في ذلك الجزء من اليمن وهو الذي يقع في شرق اليمن غرب عمان، والعمانيون أيضا لديهم هواجس متعلقة بالمملكة العربية السعودية والإشكالات الحدودية بينهما التي حدثت ولا زالت تحدث منذ وقت طويل، وفكرة وصول السعوديين إلى بحر العرب عبر أنبوب نفط كانت فكرة موجودة منذ عقود، ولا أعرف ماذا ستفعل عمان وكم هي مستعدة، وخاصة مع وجود سلطان جديد، للعمل مع السعوديين إذا كان السعوديون مصرون على أن يكون لهم وجود في المهرة وأن يكون لهم أنبوب نفط يصل إلى البحر العرب. يعني كان هناك لقاءين أو زيارتين لنائب وزير الدفاع إلى السعودي إلى سلطنة عمان، هل تلك الزيارة لها علاقة بالتطمينات أم أنها أيضا لها علاقة بحث أو بوساطة عمانية تقوم بها مسقط للحوار بين السعوديين والحوثيين؟ أعتقد أن كلاهما ممكنان، وأخمن هنا بأن المناقشة الأساسية كانت تتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه عمان بالوساطة بين الحوثيين والسعوديين. فهنا نرى بأن الحكومة العمانية ووزير الخارجية كان لها عمل نشط في الوساطات مع إيران، وهنا نرى بأن عمان يمكنها أن تلعب هذا الدور وهي مستعدة تلعب هذا الدور، وسأتفاجأ إذا لم تتساءل وتشكك عمان في ما يحدث في منطقة المهرة، وأعتقد أن هذا الأمر قد يطرح كسؤال على نائب وزير الدفاع. هل قد سيتطور احتمال أن يتطور الموضوع إلى صراع سعودي عماني مباشر في حال استمرار السعودية في المضي في الوجود استمرار وجودها في المهرة؟ لا أعتقد ذلك. العمانيون متيقظون جدا وحريصون جدا فيما يتعلق بردات الفعل، ونرى ذلك في تاريخ العلاقات السعودية العمانية. فمثلا منذ السبعينات كانت هذه العلاقات علاقات ودودية تعتمد على الود بدلا من المواجهة، ولا نرى بأن ذلك الأمر سيتغير. إن العمانيين وسلطنة عمان حاولت أن يكون لها مسارها الخاص في المنطقة وفي مجلس التعاون الخليجي أيضا، وقد بقيوا بعيدين عن السعودية وصبورين أيضا، وكان لديهم خطط لتغيير مجلس التعاون الخليجي، وخاصة أهم شيء نرى ما فعلوه من خلال دعمهم لقطر في أثناء فترة الحصار. هناك أيضا مسألة سقطرى، جزيرة سقطرى أيضا ذهبت إليها الإمارات وذهبت إليها السعودية. هذه الفكرة التي تقوم بها أو هذه الممارسات التي تقوم بها السعودية والإمارات من أجل السيطرة على المناطق الحيوية وأيضا الهامة في اليمن، ألا تكشف عن حقيقة وجود أطماع سعودية وإماراتية ومحاولة لتقسيم النفوذ في اليمن؟
إن فهمي للقضايا في سقطرة بأن الإماراتيين قد حركوا القوات لكي يسيطروا عليها بأنفسهم ويديروها بأنفسهم، غاياتهم ليست واضحة، ولست متأكدا إذا ما كانت مناسبة لتكون قاعدة بحرية، لكن السعوديون عارضوا ذلك ودفعوا بأناسهم هناك. اليوم السعودية أخذت السيطرة العسكرية، لكن ما زالت هناك حركات تمرد تقوم بها وحدات عسكرية بدعم من الإمارات ضد الحكومة الشرعية في سقطرة. هل هناك صراع خفي أيضا بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بالأجندة اليمنية أو بالملف اليمني؟ أعتقد أن هنالك حديثا كثيرا يتعلق عن التوترات بينهم، لأنهم قد يكون عندهم أهداف خاصة مختلفة، وخلق الحرب والبدء بها كان بصورة كبيرة سعوديا، وقد قادتها السعودية، والإماراتيين كانوا موجودين معهم وشاركوهم لأن لهم مصالح في ذلك، ولذلك نرى بأن الانقسامات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت موجودة، فنرى بأن السعوديين يسيطرون على السماء والإماراتيون يسيطرون على الأرض، وهذا يعكس أهدافا خاصة مختلفة بينهما، ودائما هنالك حديث عن القواعد الإماراتية الموجودة في منطقة القرن الأفريقي، بينما السعوديين لم يسعوا لوجود هذه القواعد، فهم مهتمون بالسيطرة على اليمن لأنه على حدودهم، لأنهم يرون اليمن دائما بأنه مشكلة، وهذه النظرة كانت عندهم منذ ستينيات القرن الماضي. أما بالنسبة للإماراتيين فإنهم مهتمون أكثر وبصورة محددة، ونرى أن أبو ظبي مهتمة بزيادة نطاق تأثيرها عبر اليمن والقرن الأفريقي وكل مكان آخر في العالم. الإمارات قامت بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية، بالإضافة إلى قواعد في عسكرية في المخا وتعطيل ميناء عدن بشكل واضح. هل تقوم الإمارات بدور وسيط للولايات المتحدة الأمريكية أو أي قوى من خلال سيطرتها على المناطق الحيوية المطلة على باب المندب في الشق الآسيوي والشق الأفريقي؟ كيف لهم أن يكون لهم دور وسيط يمثل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باليمن؟ لا أظن بأن هذا الأمر ممكن أو يمكن أن يكون هدفا من أهداف الإماراتيين. ومرة أخرى أنا أتحدث بصورة محددة عن أبو ظبي، وأعتقد بأن أهدافهم في اليمن لا تعكس المصالح الأمريكية، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد نأت بنفسها عن ذلك، وذلك لأن علاقاتها مع السعوديين أهم. في هذا السياق هناك اتفاق سعودي اتفاق أمريكي إماراتي يتعلق بالحرب على الإرهاب في اليمن، وكان هذا البرنامج تم إعلانه في 2015. Yes, but that was rhetoric. نعم، لكن كان ذلك مجرد خطاب وكلام وليس أهداف. أعتقد أن الولايات المتحدة ترى الدور الإماراتي في اليمن بأنه الاهتمام بالجنوب وإدارته والحفاظ عليه من التفتت، وطالما أنما هنالك أي إمكانية بأن تلك قد تكون مشكلة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد نأت بنفسها دائما عن نشاطات أبو ظبي. أبو ظبي وهي تقوم بمثل هذا النظام التوسع العسكري الكبير سواء في اليمن أو في أفريقيا أو في غيرها من المناطق، ما هو حجم تأثيرها أو حتى قدرتها العسكرية كي تتحول إلى إمبراطورية؟ هل هناك وهم يحاول محمد بن زايد يعني الوصول إليه وتحقيق حلم أن تكون الإمارات قوة عظمى؟
I see this trend. أرى بأن هنالك ميلا لذلك وقد بدأ ذلك في ثلاثة حالات أو ثلاثة إمارات أو ثلاثة دول، وهنا نتحدث عن الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. في الماضي كل هذه الدول شعرت بأنها دول ضعيفة وأنها كانت تحت رحمة الجيران والقوى الكبرى. في آخر بضعة عقود لقد وسعوا من نطاق عملهم وبدأوا يعكسون ذلك، وبدأوا يشعرون بأنهم يمكن أن يؤدوا دورا أقوى ضمن منطقة الشرق الأوسط وأكثر من ذلك أيضا في العديد من الصراعات في البلقان وغيرها. أشك بأن هذه هي طموحات القيادة عند محمد بن زايد، بأن محمد بن زايد يسعى لأجل تحقيق دور قوة عظمى للإمارات في البحار. إن قطر عملت على ذلك عبر قدرات دبلوماسية ولا زالت تدور في نفس الفلك، وهنا نرى عبر التأثير الذي حظي به محمد بن زايد على محمد بن سلمان قد ظهر على السياسة السعودية. لم تكن تلك البلدان من المتوقع منها أن تتصرف بهذه الطريقة لأنها غير اعتيادية، لأنها بلاد تقليدية كانت من البلدان التي تعمل خلف الكواليس ولم تكن تعمل في الواجهات. لقد تغير ذلك قبل أن يصل محمد بن سلمان إلى السلطة، كان ذلك التغيير تدريجيا، ولكن بكل تأكيد فإن هذا الأمر قد تغير كثيرا بعد أن وصل هذا الأمير إلى السلطة في الرياض. وأعتقد أن هذه المحاولات سوف تكون محاولات غير مثمرة، سوف تجلب أعداء، وأثرت على السعوديين والإماراتيين في اليمن وأوصلتهم إلى مشاكل لا يمكن أن يخرجوا أنفسهم منها. طيب، هذه القوة السعودية أو الإماراتية أيضا أو غيرها، لماذا تم توجيهها باتجاه اليمن والقرن الأفريقي ولم يتم استخدامها في مواجهة الخطر الحقيقي الذي يقولون أنهم يحاربونه في اليمن وهو إيران؟ أليست إيران هي العدو لهذه الأنظمة، أم أن هذه فقط فزاعة يتم استخدامها كما يستخدمها الآخرون؟ إيران والطرف العربي من الخليج قد نظروا إلى بعضهم البعض على أنهم تهديد لبعضهم البعض، ولديهم لكن في الواقع لديهم العديد من المصالح مع بعضهم البعض. ومنذ الثورة في إيران شعرت دول الخليج بالتهديد، وشعرت بنوع من البارانويا. العلاقات بين السعوديين والإيرانيين مرت بحالات جيدة وحالات غير جيدة في آخر 50 عام، ولكن في آخر عقد تقريبا المملكة العربية السعودية وأبو ظبي بصورة محددة قد أظهروا عداوة تجاه إيران وقد عارضوا الاتفاق النووي وبدأوا بهذه الحرب الكلامية، ولكن هنالك تبعات لذلك، وكما رأينا كانت هنالك هجمات صاروخية على المنشآت النفطية السعودية. بعدها السعودية تواصلت مع الحوثيين من أجل الوصول إلى اتفاق من نوع ما، والإماراتيون تواصلوا مع الإيرانيين، وكان هنالك محاولة للتراجع عما قاموا به سابقا، لأن إيران تشكل تهديدا، ولكن هذا التهديد كان تهديدا موجودا منذ وقت طويل. هل بالإمكان أن يحدث تصادم بين السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة، أم أن هذا شيء مستبعد تماما؟
لا أعتقد أنه سوف يكون مواجهات بين الطرفين. فمنذ 5 سنوات كان هنالك احتمالية، مثلا عندما كان الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي العهد لأول مرة، أما محمد بن زايد فعنده خبرة على هذه الأمور ولديه دور إشرافي على الأمير الشاب، ولكن محمد بن سلمان أثبت بأنه رجل مستقل بسيئاته وحسناته، ونرى بأن هذا الأمر قد يتسبب ببعض التوترات، ولكن لا أرى بأن ذلك سوف يتحول إلى مواجهة، لأن هذه البلدان قد تختلف على نقاط معينة، ولكن لا أعتقد أن سياساتها سوف تختلف. شكرا جزيلا دكتور جي بيترسون يعني لاحتمال أسئلتي، كنت سعيد جدا بالحوار معك. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور جي بيترسون من مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أريزونا، وهو الخبير والمتخصص في شؤون الجزيرة العربية والخليج. شكرا جزيلا لجميع متابعينا، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.